السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وأتباعه وسلم في الأولين والآخرين وكل وقت وحين. كارسينوما أوف ذا بنكرياس. طبعا يا جماعة القاعدة كده أول نحطها في دماغنا. أنا بحاول أعمل البلاي ليست بحيث إنها تبقى بلاي ليست سهل إن الطالب يذاكرها. فاحنا هناخد البلاي ليست دي اللي هي تيومرز اوف ذا جي اي تي. التيومرز اوف ذا جي اي تي بيني وبينك ده هي لما نلمها كده كلها على بعض وعلى نفس المنوال ونفس العناوين وكل حاجه هتلاقي مذاكرتهم كده ورا بعض سهله قوي. وانصحك في اخر السنه تذاكر التيومرز بتاعت الجي اي تي، وراها التيومرز بتاعت اليورينري تراكت، وراها التيومرز بتاعت الاورثوبيديك، وراها الكانسر ثايرويد والكانسر بريست والليمفوما والسكين مالجنانسز والسليفري مالجنانسز. كده هتبقى انت ذاكرت كل المالجنانس اللي في المنهج ورا بعض. وده على فكرة ممكن تراجعه ان شاء الله في المراجعة النهائية في يوم، وكده تبقى انت راجعت ربع الجراحة في يوم، لان ده يمثل ربع الجراحة. ماشي. الكارسينوما اوف ذا هيد اند بنكرياس زي كل التيومرز بتاعت الجي اي تي كلها بتحصل اكتر في الرجاله فوق سن 50 سنه، ما عدا نوع بس كده هو في الكولوريكتال كارسينوما هنبقى ناخده واحنا بناخد الكولون كانسر. يا ترى ايه البري ديسبوزنج فاكتور والهاي ريسك فاكتورز اللي عرضك لكانسر هيد اند بنكرياس؟ في ثلاث حاجات جنرال تعتبر predisposing factor تقريبا لكل التيومرز. ايه هي؟ smoking، الكحول، obesity. فالsmoking والالكحول والobesity دول ثلاثة predisposing factor لكل التيومرز تقدر تقولهم وانت مغمض. في ثلاثة بقى specific للبنكرياس، الا وهي chronic inflammation في البنكرياس. وزي ما احنا عارفين اي كرونيك انفلاميشن في المنهج ده يعتبر كرونيك اريتيشن which may end by malignancy. فالكرونيك بنكرياتيتس، الديابيتس ميليتس، في هاي انسيدنس اوف كانسر بنكرياس. ولو حد في عيلتك في الفيرست ديجري ريليتيف جاله كانسر بنكرياس، والفيرست ديجري ريليتيف زي ما احنا عارفين اب ام اخوات. يا ترى بقى ايه الباثولوجي بتاع الكانسر بنكرياس؟ زي ما احنا عارفين البنكرياس بيتكون من هيد بروبر وطالع منها البروسيس ده اللي اسمه الانسينيت بروسيس، وبعدين بقى في نك بادي تيل اوف بنكرياس. الكومنست سايت للكانسر بنكرياس في الهيد، 60% في الكانسر هيد اوف بنكرياس، ف 60% من كانسر بنكرياس كله في الهيد. يا ترى الكانسر هيد بنكرياس ده بقى هيحصل في الهيد بروبر ولا طبعا؟ هتبص تلاقي تلتين الحالات بتحصل في الهيد بروبر، بس تلت الحالات بتحصل هنا يا جماعه. كبيري امبولاري كارسينوما، وطبعا المنظر ده احنا عارفينه كويس من البيلياري باسج، ده الكومن بايل داكت بيتحد مع المين بكرياتيك داكت ويعمل الوسعه دي اللي اسمها الامبولا اوف فاتر. والامبولا اوف فاتر دي موجوده في السيكنس اوف ذا وول اوف ذا ديودينم، وبتكون رفعت الميكوزا فوقيها فعمل لك الميجور ديودينال بابيلا. فتيومر في المنطقه ده هي كده هون بيتقال عليه بيري امبولاري كارسينوما. البيري امبولاري كارسينوما دي قد تكون طالعه من اللور بارت اوف ذا كومن بايل داكت، قد تكون طالعه من اللور بارت اوف ذا مين بنكرياتيك داكت، قد تكون طالعه من الامبولا اوف فاتر نفسها، قد تكون طالعه من الميجور ديودينال بابيلا. فدي اللي اسمها بيري امبولاري كارسينوما، ودي على فكره احسن بروجنوزس في الكانسر بنكرياس. ليه بقى؟ لان البيري امبولاري كارسينوما طالعه في حته ضيقه، يعني الخرم ده بتاع الميجور ديودينال بابيلا بتعمل زي خرم الدبوس. فبيني وبينك التيومر وهو صغير هنا هون قوي،
بيعمل obstruction وبريزنت فيري ايرلي بobstructive جوندس، وكون ان العيان جاله جوندس فبيجري على الدكتور ويتشخص بدري ممكن يتلحق بدري. بعكس الهيد بروبر لا بيتاخر شويه، ولو انه برضو بيضغط بدري برضو على الكومان بايل داكت ويعمل obstructive جوندس بس متاخر عن البيري امبولري. الوحش جدا جدا بقى ال 40% دول، 40% من الكانسر بنكرياس يا جماعه بتحصل في البادي والتيل، ودي بيدي اعراض مايعه كده، هو مش عارف ديسبيبسيا، ساعات وجع، ساعات ديسكمفورت، حاجات زي كده هو تخلي العيان يسوف وما يروحش للدكتور ويتاخر قوي الدياجنوز بتاعه. وغالبا اما بيبقى بريزنتنج بيكون ان اوبرابل ومليان بديستال ميتاستاسيس. فيبقى 60% في الهيد، 30% في الهيد بروبر، وتلت في البيري امبولري، وال 40% الباقيين في البادي والتيل. الحمد لله. نبص نلاقي البيري امبولري كارسينوما زي ما اتفقنا طبعا هي احسن بروجنوزس، فولد بالهيد بروبر، سور فولد ب اوحش واحده البادي والتيل. التيومر بقى بيبقى شكله ايه يا جماعه؟ بيكون هارت الريجولار ال ديفايند ميس، وده طبعا الفيتشر العامه لكل المالجنسي اللي عندنا، بتكون هارد الريجولار ال ديفايند انفيلتريتنج سيرام ستراكشر. حيث ان التيومر ده طالع يا جماعه من البنكرياس اللي هو جلاند، تتوقع ان هو هيكون ايه؟ اكيد هيكون اجينو كارسينوما. وعلى فكره بالمناسبه خد بالك دايما اما تسمع كلمه اجينو كارسينوما يبقى دايما في العلاج تستبعد الراديو سيرابي، لان اجينو كارسينوما از راديو ريزيستنت، ولو عايز ادجوفنت سيرابي هيكون كيمو سيرابي مش راديو سيرابي. العيانين دول يا ترى بقى ايه الكومبليكيشنز بتاعتهم؟ طبعا ده بقى مالجنسي في البادي، هارد الريجولار الديفايند ماس ومايكروسكوبك اللي اكيد ادنو كارسينوم. الكومبليكيشن بقى بتاعتنا يا جماعه طبعا مينلي سبريد دايركت وبلاد وليمفاتيك وترانس سيلوميك اللي هو طبعا ترانس بيريتونيال. الدايركت سبريد يا جماعه في كانسر هيد اوف بنكرياس هيكون رايح لمين؟ طبعا اقرب حاجه ليك المنقط اللي ورا الهيد اوف بنكرياس ده على طول يا جماعه، طبعا الكومن بايل داكت، والعيان يظهر عليه بدري جدا المالجنانت اوبستراكتيف جونز. بعد كده بعد شويه ممكن نعمل كومبريشن بقى لمين؟ للبورتال فين والانفيرور فينا كيفا. ممكن كمان نعمل انفلتريشن للسوبيرو ميزنتريك فين والبورتال فين، وممكن جدا جدا نعمل كومبريشن للي فوقينا للبايروريك ريجون والديودنم، ومعدينا هنا كمان انفلتريشن للترانسفيرس كولون. طبعا العيانين دول في الادفانسد كيسز ممكن يحصل لهم انفلتريشن للنيرفز اللي على البوستيريور ابدان وول، والنيرفز اللي على البوستيريور ابدان وول دي اوتونوميك نيرفز، وهتبقى مؤلمه جدا ساعه ما يحصل لها انفلتريشن في الادفانسد كيسز. البادي والتيل ده بقى لو عمل انفلتريشن هيعمل انفلتريشن لمين؟ طبعا على فكره البادي ده معظمه قدامه على طول للستومك، وماشي لك هنا هون على الابر بوردر السبلينك ارتري، ماشي على الابر بوردر اوف ذا بادي اند تيل، وبعدين كمان ممكن نعمل انفلتريشن في الاخر للسبلين. وطبعا احنا عارفين ان البنكرياس ريتروبريتونيال استراكشر فمتغطي بالبريتونيا من قدام، ممكن نعمل انفلتريشن للبريتونيا من اللي قدامنا ده على طول ويحصل بريتونيال سبريد.
ده في حالات البادي والتيل. لا يا ترى بعد ما خدنا الدايركت سبريد في عندنا بقى سبريد ايه؟ الليمفاتيك سبريد. الليمفاتيك سبريد دايما يا جماعه دايما في كلمه كده تتقال في كل التيومرز انها بتعمل انفلتريشن للليمفاتيكس باي بيرميشن اند امبولايزيشن. زي ما احنا عارفين بيرميشن يعني المالينجنت سيلز بتسرح كده هو وتسحف على جدار الليمف فيسلز، دي اسمها بيرميشن. او المالينجنت سيلز ممكن تعمل كتل وتمشي في تيار الليمف كامبولاي كامبولايزيشن رايحه للليمف نودز. فالهو السبريد باي امبولايزيشن اند بيرميشن رايحه الليمف نود فين؟ رايحة للليمف نود دي. هنبص لها يا جماعة الابر بارت اوف ذا هيد بالنك بالبادي والتيل دريند بالليمف نودز دي. ايه الليمف نودز دي؟ الليمف نودز على السبلينك ارتري بيتقال عليها بنكرياتيكو سبلينك ليمف نود. وفي ليمف نودز كمان يا جماعة حوالين البيلوريك ريجون اللي انا عامل له ريفليكشن اهو. فانا في المفروض البايروريك ريجون في الليمف نودز زائد كمان فوق البنكرياس على طول في الليمف نودز اللي ماشي على الارتري دوا. طبعا ده السيلياك ترانك مدي لك سبلينيك وده الهيباتيك ارتري ففي الهيباتيك ليمف نودز. فاحنا عندنا معظم البنكرياس اللي فوق ده كله يا جماعه الابر بارت اوف ذا هيد بالنيك بادي تيل دريند البنكرياتيكو سبلينيك و الهيباتيك والبايلوريك ليمف نودز اللي انا عامل لهم ريفليكشن. دول كلهم بيروحوا يصبوا فين؟ في الليمف نودز دهيا اللي على السيلياك ترانك اللي اسمها السيلياك ليمف نودز. والسيلياك ليمف نود دي على فكره بتصب في الليمف ترانك اللي بيجمع كل الليمف من جي اي تي. الليمف ترانك اللي بيجمع كل الليمف من جي اي تي ده اسمه جاسترو انتستاينال ليمف ترانك. فالسيلياك ليمف نود هتصب لك في الجاسترو انتستاين ليمف ترانك. اللور بارت اوف ذا هيد والبنكرياس والانسينيت بروسيس بيصبوا فين؟ بيصبوا في السوبيرور ميزنتريك ليمف نودز. سوبيرور ميزنتريك ليمف نودز ودي روح راح هتحصل السيلياك دي برضو بتصب في الجاسترو انتستاين ليمف ترانك. المهم بقى الجاسترو انتستاين ليمف ترانك ده هي هتروح تصب فين؟ الجاسترونتستاينال ليمف ترانك دي بتصب في وعاء لمفاوي فوقينا على طول اسمه سيسترنا كايلاي اللي بيطلع منه المين ليمف داكت اللي اسمه ثوراسيك داكت. والثوراسيك داكت ده يا جماعه داكت واحد ماشي 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 وفي الاخر بقى بيحذف ناحيه الشمال عشان يصب في الليفت صبرا كلافيكولار ليمف نودز. كده ممكن يحصل ايه؟ ممكن يا جماعه المالجنان سيلز انها ماشيه 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 وقبل ما تصب على طول الثوراسيك داكت داون في تيار الدم تسرح باي ريتروجريد ليمفاتيك برميشن انتو زلفت صبرا كلافيكولار ليمف نودز. والليفت صبرا كلافيكولار ليمف نود دي على فكره اسمها الثاني فيركاوز جلاند. والساين دي اما بتكبر الليفت سوبر كلافيكولار ليمف نود في ابدومينال مالجنسي دي ساين بيتقال عليها بوزيتيف تروازي ساين. فهو المفروض الثوراسيك داكت طالع 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 وعلى الناحيه الشمال بيصب في تار الدم عند الجانكشن ما بين الانترنال جاجولار والسبكليبيان. فهنا هون كده هون بيصب المفروض الثوراسيك داكت. بعض المالجنان سيلز بتروح ماشي عكس التيار بدل ما تصب في تار الدم بتروح ماشي عكس التيار للليفت سوبرا كلافيكولار ليمف نودز اللي اسمها فيركاوز جلاند ويحصل لك البوزيتيف تروازي ساين ده اللي هي انلارجمنت اوف فيركاوز جلاند اللي هي الليفت سوبرا كلافيكولار ان ابدومينال مالجنسي. ممكن يا جماعه بعض المالجنان سيلز تمشي مع التيار الليمف تمشي مع تيار الليمف لفوق 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 للليمف نودز اللي في البورتا هيباتس. ولو وصلت للليمف نودز اللي في البورتا هيباتس هنا عندي على فكره ممكن تضغط لك على الاستراكشرز اللي في البورتا هيباتس بما فيها الكومن بايل داكت وتجيب لك اوبستراكتيف جونتس. و
الليمف نودز اللي في البورد هيباتس دي يا جماعه دي بتستقبل الليمف اللي جاي لها من السره. فالليمفاتيك درينج اوف ذا امبلايكس ده داخل يصب في ليمف فيسلز ماشي الراوند الليجامنت انتيرس اللي هو الراوند ليجمنت اوف ذا ليفر عشان تصب لك في الليمف نودز اللي في البورد هيباتس دي. كده ممكن المالجنان سيلز اللي وصلت البورد هيباتس تمشي في الليمفاتكس اللي حوالين الليجامنت انتيرس لحد ما توصل لسرتك وتعمل لك مالجنان تنجول في الامبلايكس. المالجنان تنجول في الامبلايكس دي اول واحده لاحظتها ممرضه في ميوس كلينيك اسمها سيستر جوزيف. فسيستر جوزيف الست ده هي سموا هذا المالجنان تنجول باسمها وسموها سيستر جوزيف نجول. دي كانت ممرضه في ميوس كلينيك في امريكا وبتسأل على فكره في الشفوي ايه هي السيستر جوزيف نجول دي. وطبعا هي الست مش اسمها جوزيف ده هم هناك دايما بيتسموا باسم جوزها. فهي واحدة ست اسمها ميري وبيسموها جوزيف عشان ايه بقى جوزها يعني. فده سيستر جوزيف نجول ده spread from the celiac lymph node للهيباتيك lymph nodes ومن الهيباتيك lymph nodes اللي في البورت هيباتس على الليمفاتكس around the ligament anterior توصل للأمبلايكس تعمل لك malignant نجول حمرة والسريتنج كده هون اسمها سيستر جوزيف نجول. بعد الدايركت والليمفاتك سبريد بلاد سبريد قاعدة عامة زي ما اتفقنا كل الجي اي تي تيومر دريند بالبورتال فين. فكل المالجنانس سيلز دي مع البورتال براد رايح على طول على الليفر. فالليفر طبعا كل الجي اي تي تيومر طالع على الليفر على طول. ليس كومنلي وريري ان المالجنانس سيلز توصل للليفر توصل سوري لللنج او البون او البرين. وزي ما احنا عارفين البلاد سبريد دايما بيتقال عليه لب او 2L و2B لانج ليفر بون برين. فتحطها بقى تحفظها لب تحفظها 2L 2B مش مشكلة. بس دايما بتجيلك في الام سي كيو ودايما خد بالك في الام سي كيو دايما اي جي اي تي تيومر البلاد سبريد طبعا بتاعه طبعا 90% على الاقل من الحالات رايح للليفر very rarely انها تروح للباقيين. في بقى سؤال حلو قوي بيتسأل في المعادله الامريكيه كانسر هيد اوف بنكرياس المالجنانسي بتاعه يعمل ميتاستاسيس في الرايت لوب ولا في الليفت لوب في الليفر والبادي والتيل البلاد سبريد بتاعه رايح للرايت لوب ولا الليفت لوب في الليفر. فاكرين بقى روح راجع كده هون الحته اللي انا كنت قلتها لكم في الاميبيك ليفر ابسس. في الاميبيك ليفر ابسس قلت لك ان السوبيرو ميزنتريك فين والسبلينيك فين جايبين دم والدم ده هيمشي في البورتال فين من غير ما يختلطوا. الدم اللي جاي من الناحيه اليمين ده لازق جدا وشايل ابزوربت فود ماتيريال وبتاع، بينما الدم اللي جاي من السبلين ومن الليفت كولون ده دم خفيف مليان ميه وبيمشوا الاثنين جنب بعض، واحد لزج واحد خفيف خالص مليان ميه من غير ما يختلطوا. بعد كده هو في الهايلم اوف ذا ليفر بيتفرعوا لرايت برانش وليفت برانش. فالدم اللي جاي من السوبيرو ميزنتريك التقيل داخل على الرايت لوب والدم اللي جاي من السبلينيك الخفيف جاي على الايه داخل على الليفت لوب. على فكره الفينوس درينج بتاع الهيد اوف بنكرياس الفينوس درينج بتاع الهيد اوف بنكرياس بيصب في الفين اللي جنبيها دوان على طول اللي هو السوبيرو ميزنتريك فين. ويبقى الهيد اوف بنكرياس لو فيها مالجنانس المالجنانس سيلز داخله على السوبيرو ميزنتريك فين على الناحيه اليمين من البورتال فين على الرايت برانش اوف بورتال فين على الرايت لوب اوف ليفر. بعكس الاخ ده البادي والتيل ماشي وراه على طول السبلينيك فين. فالبادي والتيل ماشي وراء السبلينيك فين والبادي والتيل دريند بال السبلينيك فين والسبلينيك فين ده بقى يمشي في الناحيه الشمال من البورتال فين على الليفت لوب اوف ليفر.
فميتاستاسيز من البادي والتيل على الليفت لوب اوف ليفر، ميتاستاسيز من الهيد رايحه على الرايت لوب اوف ليفر. نبص نلاقي يا جماعه بعد البلاد سبريد دهون نيجي للترانسيرومك سبريد. ايه الترانسيرومك سبريد دهون بقى؟ المالجنان سيلز هتعمل انفلتريشن للبريتونيوم اللي مغطيها. فالمالجنان سيلز اول ما تعمل انفلتريشن للبريتونيوم، المالجنان سيلز بقى هتقدر تخش البريتونيال كافيتي وتقع في البريتونيال كافيتي. وهي بقى المالجنان سيلز دي بتقع في البريتونيال كافيتي بتبقى امبلانتد على اي سطح وتقفش فيه وتتكاثر عليه. فتبقى امبلانتد اشهر حاجه على ايه؟ على البريتونيوم نفسه. امبلانتد بالمنظر ده هون، ده منظر بقى لابروسكوب. انت بالابروسكوب وشايف البرايت البريتونيوم اللي مبطن الانتيرو ابدان رول مليان سويلنجز ازاي؟ ايه النيديولز دي كلها؟ دي بريتونيال نيديولز. المالجنان سيلز وقعت هنا وتكسرت وهنا وتكسرت وهنا وتكسرت. وطبعا البريتونيال نيديولز كتير قوي دي كمان بتعمل اريتيشن البريتونيوم وهتسبب عندك مالجنانت اسايتس بكل المواصفات بتاعته اللي انتوا عارفينها بقى طبعا من البطنة، وهنقولها في الكلينيكال بيكشر وفي الانفستيجيشن. المالجنانسيز يا جماعة ممكن وهي بتقع تقع لك في أوطى حتة من البريتونيال كافيتي، وزي ما انتوا عارفين أوطى حتة في البريتونيال كافيتي اللي هي الريكتو فازايكال باوتش في الرجالة، والدوجلاس باوتش اللي هو في الستات اللي هو الريكتو فاجينال. وممكن المالجنان سيلز بقى لو احنا قلنا دوجلاس باوتش اللي هو في ستات، طب ما ممكن المالجنان سيلز وهي تقع على الاوفري وتعمل لك مالجنان تيومر في الاوفري سكندري لكانسر بنكرياس او السمك او ليفر او حتى من البريست. وده التيومر الشهير اللي انتوا خدتوه في النساء اللي اسمه كراكنبرجز تيومر. فده الترانسيلوميك اسبريد. بجانب الاسبريد بقى يا جماعه طبعا دايما المالجنانس بيعمل اوبستراكشن. دي دايما على فكره قاعده في اي جي اي تي تيومر، دايما تفكر في الاسبريد والاوبستراكشن. والاوبستراكشن ان هو ما شاء الله بقى اوبستراكشن لمين؟ طبعا اتفقنا في الهيد اوف بنكرياس اول واحد ورانا على طول الكومن بايل داكت اوبستراكتيف جوندس. او طبعا التيومر ده ممكن يقعد يعمل كومبريشن اللي حواليه فوق للبايروريك ريجون وعلى الجناب دي كلها الديودينم ويجيب لك جي اي تي اوبستراكشن. او في الاخر بقى ما يكبر جدا جدا الكانسر هيد ممكن يضغط لك على الانفيرور فينا كيفا، فالعيان ده يجيله بقى اديما في اللور لم. العيان ده من اشد العيانين اللي بيصابوا في اخر المرض بهزال فظيع بيتقال عليه بنكرياتيك اثينيا. ده مش اي هزال بتاع اي مالجنانس يا جماعه. خدوا بالكم يا جماعه في البنكرياتيك اسينيا العيان ده هو ما عندوش دلوقتي البنكرياتيك انزيمز بتوصل الجي اي تي، السكه بتتسد، البنكرياتيك داكت بيتسد، والبنكرياتيك انزيمز اللي فيها اللايبيز ما بيوصلش للديودينم. وبالتالي كل الفات اللي عند العيان ده مش هيتم هضمه، وكل الفات هينزل في البراز، والعيان ده يبقى عنده استياتورية. مش كده وبس، طب ما في أمايليز ده مسؤول عن الدجيشن بتاع حاجات تانية كتير وأزر إنزيمز. فبينه وبينك العيان ده لا هيستفيد من الفات ولا من الكربوهيدراتس ولا من البروتينز بتاعته، وعشان كده هو بيصاب بأشد نوع من أنواع الهزال اسمه بنكرياتيك أسينيا. ويبقى دي الكومبليكيشنز يا جماعة بتاعت الكانسر هيد اوف بنكرياس. نكمل بقى الكلينيكال بيكشر والانفستيجيشنز والتريتمنت في الفيديو القادم. ثانك يو فور جود لسننج اند جود لك.